شيء يا فم وما سماري كانك السوق برقاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برشي يا فم وما سماري كانك السوق برقاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري أمبيونس ديما مهبولة شيلة بلا شلة ملمومة علي علي على الصوت كلها هوني ثقافوت كي شبكة العنكبوت جوجل جوجل سيسمي بالنور يقود والحساب تحت التوت كل سؤال جواب بوم سوجل برشي يا فم وما سماري كانك السوق برا قاري ضغطة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برشي يا فم وما سماري كانك السوق برا قاري ضغطة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري سبيسيال رمضان من الأربعة ونص للستة ونص متاع العشية. رجعنا في راسين كاري، مرحبا بكم مستمعينا. توا الخمسة ودرج غازي فرح إبراهيم وأنس هما الجروب متاع اليوم. هذه أنا ماذا بيا نقد هالحكاية، نجاوبوا على كيستيون تنقل لكم الإجابة بعد ولشكون. شنو هي العادة اللي كانت تزعج جنود نابليون؟ عادة معروفة ولا عادة سرية؟ لا لا عادة مش معروفة ياسر. بالك شيء اللي يبدا انا باش نعمل كيما اللوحة نتاع الرشيمة عرفتهم؟ لازم لازم سعبتها كيما يقولوا عرفتهم كيف يبداو مصفين باش يتعدى الموكب الملكي. كيت حاجة تزعجهم معناها بطاطا. فرنسا عرفت ما بين آخر القرن 18 وأول القرن 19 فترة من أصعب الفترات تقريب 20 سنة حروب وراء بعضهم، ومن هوني جات أهمية الجنود بتاع نابليون. كانت الجنود الفترة ذيك يمثلوا أهم جزء في الدولة وكان عددهم بالألاف، كان مش ربما أكثر ودي لازمهم عناية خاصة برشا. وكان عند نابليون عادة سيئة برشا تعلمها على الملوك والزعماء وقت الانتيكيتي رومان، أو نحكيه تحديدا على جزار يجبدلهم وذنيهم يجبدلهم وذنيهم شو التصوير معك؟ تحية لزملائنا في الجرافيك وتوكا أنا كناتي ملا عادة هذه كناتي الإجابة ديجا أعطيت الإجابة فكر في كل شيء كان في يجبد وذنيهم معناتها مش خايبة تجبد وذنيهم يقول لك واحد جبد له وذنيه فيرتوال اللي كان يشد الجنود من وذنيهم بطريقة موجعة معناها، واللي ساعات توصل أصلا أنه يكسر لهم وذنيهم واللي تقعد لهم معناها سيكاتريس حياتهم الكل. فما البعض اللي كان يراهوا حاجة باهية كم كوا عندهم أثر ربما هو يعني قائد كبير وعنده الحق في هذا، وفما شكون اللي يقول وفما شكون اللي يقول لا ما عندوش حق انه يعامل الناس كيما هكا. دونك فما روايات تقول انه كي يشد وذن جندي من الجنود الهدف انه يضحك الاخرين، اي سا بيان سور سي با بيان، يعني مهما كان العنف وتضحك على العباد وكل شيء اوريجينال الحكايه حتى لو تكون انت قائد كبير وغيره ما يعطيكش هذا. انا نشوف العكس في هذا سامي، خاطر هو نورمالمون بالبوفوار اللي عنده ينجم كرتوشه مثلا، اما هو سافي كيما البوه اللي هكا يجبدوا ذن ولده معناتها فيها حتى البو ماذا بيه ما يجبدش ذن ولده. اما احنا كيفاش ليماج هذيك سافي زعما معناتها مش نتاع عبد عنده برشا سلطه، نتاع عبدك اللي يحسبوا هكا قريبه يا معاش تاع سنه نتاع واحد فدليكا ماهيش تاع اي بو. فما حاجه زاد فما حاجه تفدليكا اللي ما تضحكش راهي ماهيش تفدليكا، هذا الباز اي توما تفهم عاملين عامله اي وهنا يولي تشد وذنيه خير من اللي تعملوا حاجه اخرى. ليه يقول لك ساعات واحد نفدلك معاك مثلا يضرب يقول لك تفدليك راهي اللي ما تضحكش راهي ماهيش تفدليك، يعني مثلا الباز. بعض العائلات عندهم في العيد ميلاد ما نعرفش كان عندكم السنه هذه ولا في عيد الميلاد مثلا انت باش تحتفل بعيد ميلادك السابع سبع مرات يشدوا لك وذنك ويجبدوا وذنك هكا فما وين تخون معناتها يبدا اي مو انا تظهر ياسر ويدخل في هذاك المومون هذاك متفدليك. انا نفكر في السنه الثالثه ما مرة المعلمة خرجت واحدة تلميذة، تلميذة اللي هي مش قراية معناتها على الاخر معناتها كتجيو من الاخرانية وظل عطات اكزرسيس سهل وما جاوبتش يا اخي عيطت لي وقالت لي جبد لها وذنيها جبد لها هذه حاجة خايبة وأنا ما عرفتش إيش نعمل خاطر حسيت في فما إهانة للطفلة وحسيت في سالوماخ كافيرا حسيت في عينيها الطفل الصغير في عينيها كالانكسار معناتها كيفاش أنا نقرا معاها وباش نبدلها وذنيها
فما عرفتش نعمل فجبت ما جوست حطيت يدي على ودنها ما غير ما جبت. فالمعلمه قالت لي تجبد بالقويه جبد لك ودنيك انت. فحزبت هكا جبت بشويه زدت هكا نزلت و سيتي تروماتيزون بور مو. اللي انا قالت لي اجبد خلي للطفله. شوف انس شوف انت اللي تحكي فيها لليوم دونك هذه الحكايه ستا ماركي. شوف اكيد الطفله كيف كيف فهمت. انا نذكر هوني مره في حديث في ريبورتاج في فرنسا يحكيوا مع ان شيف جون هكا ايتوالي. قال له في الاخر الحديث وانا هذا قاعد في مخي. قال له شنو تحب تقول في الاخر. قال له جوست نحب نقول حاجه لمعلمتي اللي في سن عمري 10 سنين تقريبا وقعدت نذكرها انه قالت لي راك فاشل وماكش باش تصلح لحد شيء. قال اليوم نحب نقول لها راني مانيش فاشل وراني صلحت في حاجة أنا نحبها. شوف قديه معناها خاطر ساعات بعض الناس معناها سواء معلمين ولا أولياء ولا غيره يخليه الوليد أنت ماكش باش تنجح في ذات أنت تفهم شوف أندادك شوف شكون عشنو يفو با دي خسار الصغار على خاطر هذاك راهو أنت شنو تحب تعملهم تحب تحفزهم فما طريقة أخرى أنك تحفزهم أنك تنجحهم راك تقول له صحيح راك غلطت لكن تنجم تعمل ما خير راك انت ذكي تنجم تعمل حاجه هذه. سامي الطريقه ذي ما مشاتش مع اينشتاين اللي هي ام اينشتاين فما شكون معيطت لها المعلمه نتاعها قالت لها راه مش باش يكون في حد شيء قالت لها مش في حد شيء مش باش يكون حتى شيء يا اخي هو اينشتاين من بعد طلع فهمت باش يوريك على خاطر اللي ينجم يكون فاشل في حاجه ولا ما راهو ناجح في حاجه اخرين مش متفوق في حاجه ولا ما يفهمش حاجه بالعكس هذاك عنده شانس كبيره باش يبدا في ماتير طبعا في ناجح في حاجه اخرى اكيد يبدا ناجح برشا. وذاك علاش يلزم الصغير نتاعنا نشوفوه شنو يحب الميولات نتاعو باش هذاك نركزوا عليها وننميو قدراته في الحاجه اللي يحبها. ما يفهمش في الماتر وخايف في الموسيقى ولا انتو كا اليوم البرامج التعليميه الرائده في العالم تركز على هذا بعدين يتبدلوا اكزاكتومون وخاصه انه اون سكاندينافي معناها وفي اسيا في كوريا واليابان وغيره اليوم في فرنسا بداوا بداوا شويه اول باك سنا وتي باس لي ماتيغ اللي انت تختارهم اكزاكتومون اقوى خدمه واحنا مازلنا في الباك يحطك في اورديناتور يقول لك امشي بوغاج دو كران لا معناها هذيك فما حاجه تو اللي فهمتها كومون اوني اورينتي بار اورديناتور سي فغي فما دي دوني ودي تروك اما اذا كان ما تحكيش مع الانسان اللي يحب يقرا واش يحب يعمل كل خليها كيك ابراهيم خير خاطر كيف يدخل فيها الانسان تشوف المحابات اللي تصير خليها بالغوريتم يعطيك الترتيب. سامي حبيت نقول بين قوسين كانت قبل وقت اللي نمشيو نكور واحنا ونبدا نلعب في الكوره تبدا والديك ديما يقول لك لا برمشي اقرا شوف الكوره تو شنو هي مهنه الكوره تو مش باهي مهنه الكوره ما مش باهي مهنه الكوره لا احسن لا 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 ايش اقول تو معناها تو تفي بليزير الساعه اول حاجه انك تلعب في الكوره واثنين انك تخلص من اكبر الناس اللي تخلص الكره الارضيه مش ديما انا خلطت لازمك تكون فلته من فلتات تخلص من انا خلطت على ليكيب فولي بول نتاع الاي اس ام المرسى فيها لو ميدسان لو انجينيور معناها سبور لا ما صعيبه احنا في الكوره بس واحد كمل قراءه ولعب كوره بوناتوف ومعناها في عادل هوايه جا حيدر وجبال جيل هذاك في عادل هوايه في عادل هوايه اي لا نحكي لك معناها كانت الرياضه تنجم وي تكون وي وي صحيح اما اليوم معناها اون فيغ دو 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 تقول لي بروفيسور ديدوكاسيون فيزيك اما تقول لي باش نخدم نتعلم باش نولي فوتبالور كوار جي انا جو سوي كونتر لي بارون اللي هزوا صغارهم من الاول اذا كانوا مغروم وي لا علاش ابراهيم كانوا مغروم علاش وي كانوا مغروم علاش لا شكون قال لك مغروم هو اليوم كيلعب تلعب في تراه ملاعبي والترونور يقول لك ملاعبي اللي قاعد لاحظ فيه اليوم الغرام هو جاي اكثر لي بارون اكثر من اي هما يلزوا بيان سور تي لو بوس تي لو بوس افيك لكن سامي ماشي لو بوفوار دو فوتبول حتى لو كان مش مغروم تهزو يعمل سبور لا يعمل سبور حاجه اخرى موش باش يكون ايبانوي لا بالعكس لا لا فما ناس مثلا اب حب يكون كوارجي مثلا ولا عمل كوره وبطل وبالنسبه لي قعد فلوستري يقول انا الحلم هذاك نحب نحقه في ولدي ربما ولده ما يكونش مغروم بالكوره ينجم يخاف منه ولا يحشم منه ولا ياخذ بخاطره على خاطره على خاطره بوه ويمشي يلعب ما يسوري با ايبانوي ماهوش عامل جو معناها يا غازي في التنس انا عشت دي سيتياسيون الصغار يلعبوا لي بارون يتعاركوا علاش خاطر خاصه انا سبور كيما التنس كيما الفوتبول تي دو ميتر بوكو دارجون باش ولدك يلعب دونك حضرت على عركات تاع لي بارون موجود موجود يلا فاصل وراجعين رسم كاري سبيسيال رمضان من الأربعة ونص للستة ونص متاع العشية رجعنا في رسم كاري
شيء الحاجة اللي نستعملوها برشا اليوم في الانفورماتيك وهي موجودة منذ العصور الوسطى. السوغي. لو شا. السوغي كانت موجودة كحيوان وما زال. هاي. نستعملوها في الانترنت. هاي. عصور الوسطى. الوسطى. ديسك دور. مع الجر مع ال. لادريس ميل قول انت. هي راي بون كيف باش نقولها ماهوش كونسيبت معناها بارتيكول هي هي حاجه بارتيكول سامبل الات هي الات لاغوباس من العصور الوسطى كانوا يستعملوا لاغوباس وكان البياع والتجار هما اللي يستعملوا الرمز هذا باش يوريو وين محطوط السوم تاع السلعه. الرمز هذا اخذاه راي توميلسون اللي هو مخترع الايميل في 1971 باش يفرق في الادريس ما بين النوع دو دومين والبسودو يعني استعمل الرمز كحاجه باش تفصل ما بيناتهم عفوا ان سيباراتور ان فيت دونك اغوباس مثلا ابراهيم الطيف ات انت عطيت نمروك تنجم تعطي الميل نتاعك. الميل نتاعك. بغيت اعطي نمروك. تعطي مره. فاتتني. يطلبوه 500 تليفون جاي. الجامعة ما ركحش تليفون. يفادلك. لا ركح بعد. ركح بعد. اعطيوه رقم 555 سين. شنو؟ نتاع الافلام الامريكانية قلنا 555. 555. ما يتحصل عليك حد تاع افلام اللي تعرفها الفاز ابراهيم. شنو؟ قال لك في السينما في امريكا ديما الارقام تبدا 555 باسكو سو سون با دي نيميرو تنجم تتكلم عليهم. هما موجودين, موجودين. فهمت؟ انا مخصصين هذوكم للسينما. انا مره استعملت لا لا استعملت مره في فيلم فيزا نيميرو 22 22 22 22. فما شكون عنده من؟ لا شكون عنده فما الشخصيات الكبار. اي فوالا خاطر قبل شخصيه كبيره قبل كانوا ياخذوها هذايا سيتي 2004 باللاستا قال انت تفادلك تحكي على باللاستا. المره الاخرى حكينا على الموضوع هذايا في بالك وقت اللي كنت عايشه في بيروت نحب حاجتي برقم بيان سور ماذا بيا كان يكون في اي بي على خاطر رغم اللي هو الارقام الكل ولينا اون لي كومبوز ديريكتومون على التليفون ما ناخذوهمش. دخلت كان اللي يبيع في النومرو عجبني قلت له قد ايه؟ قال لي 300 بور موا غالي 300000 ليره طلع 300000 دولار والخليجيين كانوا يشريوه يشريوه حتى البلاك تاع الكهرباء. يلا كيما كل يوم احنا مع صنابل كرتاج عبد الستار عميمو الغائب الحاضر يعطينا لا روسيت نتاعو في راسين كاري دونك برعايه صنابل كرتاج اليوم. فما هكا الصحن الاختصاص نتاع الجاري في رمضان بالخضره ملائم بظل الطقس اليوم. عبد الستار يعطيكم اكثر تفاصيل. دبارت ستوره برعايه سنابل كرتاج. سنابل كرتاج طعم الايام الزينه. دبرت اليوم جاري لكن جاري تدو به كان العزيز الغالي اللي هي محمص بالخضره. مادام الخضرة مازالت موجودة السنارية والجلبانة والفول ما فيها باس نستغلوهم خاصة أن الحاجات هذوما فيهم برشا فيبر. فناخذوا المعون نتاعنا نحطوا فيه الزيت ونحطوا فيه الثوم والكروية لأن المحمص يلزمها ثوم وكروية. طريف ملح كان حبيت تزيد الدلالة تحط فيها قديد. أما كيبدا عندك أولاد كيما أولادي ما يحبوش القليل شنو نعمل أنا وقتها؟ مش لازم. أيا سيدي قلينا الطماطم مع الفاح هذايا والهريسة بالطبيعة مرقنا ونحط الخضرة اللي عندنا جلبانة فول اسفنارية قنارية علاش ليه وبالطبيعة الكلافس والمعدنوس نخليهم في الأخر. نحطوا طنجرة على النار ونقعد نستناو فيها حتى تغلي. غليت مليح مسينا الخضرة لقيناها طابت ايه وقتها نقرجو نرشو المحمص نتاعنا على الحكر بالطبيعة نتاع المرقة الموجودة. رشينا المحمص اللي هي سنابل قرطاج وزدنا بعدهم الكلافز المعدنوس هز غلوة كما نعرفينا وتطفيو عليها. ما تخليوش المحمص تطيب على الاخر على النار حتى تتغطي عليها وتطفي عليها النار هي بالسخانة نتاع الماء زيت تتحل ولذا خليوها ناقصة شوية
وهذه الفكرة اللي تعلمناها على جدودنا. المحمص من الماكلات القديمة اللي موجودة في البلاد التونسية من قديم الزمان، يعملها بالدبابش، يعملها بالقديد، يعملها بالفول بركة، بالفول ولا بتنجيلة، كل وقت وعنده طريقة. فكانوا ناس بكري المحمص يعولوا منها ويخبيها في الخابية، وعلى طول العام يستهلكوها. وحتى أن بعض جهات في قديم الزمان كانت المحمص أكلة ليلية، كل ليلة لازم يعملوا مفرد بالمحمص يغطسوا فيه ويعملوا به شبعة. وذاك علاش سنابل قرطاج ودبنا بالمحمص نتاعها. سنابل قرطاج طعم ليام الزينة. رجعنا في راسين كاري، دونك هذه كانت الغوسيت نتاع بسطة العمامو الجيري. الرجوع نتاعك سلس. أنا سلس ديما. ما تعرف الطيب هكا الغوسيت هذايا؟ تظني سهلة هي الأمانة. من إجمالا الجاري ما نحبوش ياسر، معناتها معناتها نطيب حاجة أخرين أسهل من الجاري على القوة سهل ياسر. أما المرة الأخرى عطانا غوسيت خبز مبسس. إحنا كمان اللي نجم شي تنشري خبز مبسس يا أخي، أحد الحرفاء قال لي زعما ما بان هو ولا خبز عبد الستار. ياسر صار في بليزير ونحييه كان يسمع. تحية ليها وليد، خاصة عاد تجيك والعذاب ما تلقاش تجاوب عليها. عبد الستار اليوم كيما عطاه الغوسيت هذايا واللي في رمضان بيان سور، الناس الكل يبداو ياخذوا في العشاء السوب هذايا مهما كانت معناها محمص ولا برود ولا غيره، لانه ديما تسهل عمليه الهضم. دونك عبد الستار مع سنابل كرتاج كل يوم كيما العاده باش يواصل معنا غدوه، زاد نسمعوا غوسيت جديده من عبد الستار برعايه سنابل كرتاج. دبارت ستورة برعاية سنابل كرتاج. سنابل كرتاج طعم الأيام الزينة. تفضل. لو نويت تنسى اللي فات اللي كان والذكريات، لو نويت تنسى اللي فات اللي كان والذكريات، إنه غيري خد مكاني وإنه قلبك مش عشاني، إنه غيري خد مكاني وإنه قلبك مش عشاني، وإنه غيري خد مكاني وإنه قلبك مش عشاني. ليه تجرحني بكلامك؟ طب ما تجر من سكان. الله الله عليك يا غزوز. الله غازي. الحاجات نتاع بكري طبعا غازي. مش بكري برشا انا نتبناها لانه واحده من الاغاني اللي تربيت عليهم وحبيتهم وقتها. هذيا هذيا في الثمانينات. لو نويت تنسى اللي فات. اي من اول في هذوك في اول حلف الامر. حلف الامر انا اللي تعجبني لي هي خسرت كل الناس. علشان حلوه برشا. الله الله نعطيوها مره. اي شيء الحاجة اللي نجح الإنسان في إنتاجها في المريخ لأول مرة في التاريخ؟ الأكسجين. الأكسجين. نجمة النازا تنتج 5 غرامات من الأكسجين في الغلاف الجوي للمريخ، واللي عملته النازا يعتبر إنجاز جديد على سطح المريخ، ونجمة تحول ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي متاع المريخ لأكسجين. الإنجاز هذا جاء بعد أيامات من تحليق أول طائرة هليكوبتر صغيرة فوق سطح المريخ، وبدأت تجارب على قدرة رواد الفضاء للهبوط على الكوكب. انت فين والحب فين؟ سر في كل الناس علشانه علشانه استحملت اللوم، وازاي بعد ده كله يسيبني؟ ما استحملتش غدره في يوم، كانت روحي فيه وسابني، رجعت روحي وهو خسرني. يا بخت اللي كان انا ما ظلمتش ياللي ظلمني، يا بخت اللي كان مظلوم. انا دوتو تيفاسان جورج من عملت له حاجة وللأسف ما شافتش النور، اللي هي رضينا بالقليل، وكانت في فترة هو مريض شوية وقعدنا قعدات حلوة برشا،
والغناء انا تعجبني ياسر وان شاء الله نهار هكا من بعد تو نغني لكم انا شويه ليه 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 فما شكون غناها من بعد فما شكون غناها من بعد جورج لا لا هو ربي تو في عمره وانت ربي فضلك تنجموا ترجعوا تتلاقاو وتتجدوها بوتيت زيد شي حويجه كانت لقاءات حلوه برشا وكان لي الشرف الحقيقه خاطر فنان انت خدمت معاه في تونس كي كان يغني في تونس خدمت معاه انا خدمت معاه كعازف انا اي اي كنت عازف هو يغنى وقت غني في تونس عزفت معاه عزفت معاه هوني وفي فرنسا وقت صغير مازال عدو هو مازال صغير وانا مازال صغير عمري حتى 18 انت اصغر عاد فنان فنان برشا ثلث الماكلة اللي تتلوح سنويا برشا في العالم ثلث الماكلة ثلث الماكلة اللي تتلوح سنويا شبيها شبيها تخمج صالحة للاستعمال صالحة للأكل صالحة الأكل والاستعمال لا استعمال اللي هو الإدم معناتها مازال لابس عليها وقاعدة تتلوح معناها ملوحة حسب الفاو كل عام فما بمعدل 1.3 مليار طن من الماكلة اللي تتلوح الفاو اللي هي منظمة الزراعة والأغذية العالمية والتابعة للأمم المتحدة فين جيت؟ في إيطاليا في روما وين كانت فرح؟ الحاجة المؤسفة أنه الثلث بتاع الكمية ذي صالحة للاستهلاك البشري والثلث بتاع الكمية ذي من الماكلة يكفي لإطعام جيع العالم ثلث العالم قداش من إنسان جائع الكمية اللي تتلوح هذه 1.3 مليار طن شايف شو يوجع القلب تاو يوجع القلب 2 مليارات ونص لا 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 مش للدرجة 815 مليون إنسان جائع يعني تقريبا 20 بلاد في معدل بلاد فيها 20 مليون انت تحسب الكرة الأرضية قريب 8 و7 ونص معناتها ثلث زوز ونص زوز مليارات أقل أقل من ثلث 815 مليون 7 لا اي اذا 7 ونص ثلث الماكله تتلوح ثلث بتاع 7 مليارات ونص هما 3 زوز ونص وكل زوز يعني من 815 مليون نجموا ياكلوا مش قاعدين ياكلوا من اساسهم معناها ما عندهم ما يلوحوا هذا ما تحسبش والتكلفه بتاع الطعام هذا اللي يتلوح كل عام يتسمى عفوا يسوى 2.6 تريليون دولار يعني ميزانيه الف مليون مليار دولار مليون هاي. مليون مليار دولار يعني 2 مليون مليار دولار ها يعني ميزانيه بلدان مش بلدان بلدان كبيره بلدان كبيره طبعا بلدان كما 2.6 معناها وشو قد ايه وشو الناس ما تنجمش تاكل هذا مثلا هذا العدل اللي سامحني اللي قالوا ماكله في اوكلاهوما ولا في الرياض ولا في الدوحه ثم طرق ثم طرق تعرفها تعرفها طولت الكويتيين كيفاش مثلا علاش تمشي الكويت علاش مشيت للكويت في تونس قداش فما عائله علاش مشيت للكويت الناس يلوحوا في البوبيل الناس يلوحوا الماكله كل يوم لا انتم انا عرفت شريتوها ولا لا فما ابليكاسيون في فرنسا تو معموله جديده وتفرج فيها داير ما عنديش ياسر الناس اللي تقعد له ماكله ولا حتى اللي يشري حكوك تن ويشري ويلقاها بيريمي ولا مش بيريمي لا مش بيريمي مش بيريمي قبل لما تولي بيريمي ولات الناس كونتاكتي بعضها بالابليكاسيون هذايا وياخذها من عندك انت قد خذيتها بكاتر اورو ياخذها من عندك بانورو جمعيات وجمعي وفما اللي الماكله اللي عندك بيتها بلاش الناس تهبط هي اللي تهزها للناس اللي ما عندهاش معناها كوميم ولات فما هكا مش ما يقعدوش الناس ما عندهاش ما تاكل الحقيقه خاطر بون عيب ويعني حاجه ما تنجمش تصير تصور انت انه هذا من ملايين الناس مئات الملايين الناس معناتها انا نكره نلقى نقعد في طاوله ونلقى 7 حاجات 8 حاجات وحاجه ما انا حتى الذوق ما تعجبنيش كلي برشا حاجات للزوروبيان ما عندهمش الحقيقه ولا انا تو نقعد في طاوله في رمضان صدقني معناتها حاجات صغار اللي كي تكملهم كان تقعد بينهم حاجه الغدوه برغ بخته ان توكا تشوف شويه زاد تربح فلوس الكومبورتمون تاعنا وفاو لي نوي نودلز وفاو شنو يا تحكي لها حاجه في ال والله اللي خاطر سما ماركي انس عنده دينوي في الدار تقول لي خذي الغوسيت نتاعك يا اخي ما يعملوش حساب اللي هما باش يبذروا في الترتيب دونك ولا عنده بلاص كامل نجم اجي نحكي لك مرتي عملت ذبكه في النوي كل ازياتيك كي انا راس ورويس لازمك تاخو تعرف قد ايه اذا كان الباكو في 500 جرام الربع لازم تحط مش ظهر لي حتى اقل دونك باكو باكو نهار الاول وانا ما باكو برك مسيرة ثاني قلت لك 500 جرام هكا معناتها تي شربة هكا يجي في كاس ماء ب 500 جرام وقول لك توكل 8 من الناس
كي جابت لي الوحدة فك الكبير هذاك نتاع فرح قلت له شنو قالت لي ما راني مانيش بالعالي ما نعرفش ندوزي شرسات لي وانا ما نحبش التلويح نعطيه قالت لي ليه ما يتعطاش الجمعة عنده 10 ايام 4 ايام وانا نضرب فك النودلز بتاعك التايلاند هذاك نضرب فيه نوي ولا النودلز ليه نوي ليه نودلز فك البحوث صغيرة قداش الدوز هذيك رشتة تقريبا شنو يبيعوا فيهم توا اول 500 جرام هذيك رطل تعمل ما بين الثمانية والعشرة اشخاص اونتوكا يعني اذا كان هو برشا طيب ماهوش كان بلا ذاك خاطر عندك حاجه تخنين عندك روسيت سميها انا نعملها والله وحده معناها حاضرين سمي يبيعوا فيهم نوي حاضرين لا لا نحبش حاضرين يعني نعمل نطيبها واحده كان جيت في الفطار كان جيت في الفطار هي بنينه برشا وفيهم اكل فيك وكل اختصاصي الاول معناها كان جيت في الفطار راني جبت هوني راني وكلت اف ام كل رسلت نادر فيهم ثلاثه اربع ايام على الاقل يود ود الناس اللي تسمع فيك بها الروسيت هذه الروسيت بون هي تنجم تجيب بال انا اما نقدها بالسباجيتي اللي هي البلي كومبلي هذاك ولا لي نوي العاديين ولا لي نوي اللي هما اباز دو غي معناها ذايا بون مش بشرط يمشي ياخذوها الناس ولكن هي فيها خضره يعني انا قشر الخضره اللي هي قراع اخضر وسفناريه وبصل وفلفل واللي عندك اذا كان عندك بسباس مثلا نجم نحط هنا زاده وفي قلايه كبيره تحطهم وتحط شويه زيت زيتونه شويه فيح اللي فيها وتخليهم يتيبوا مع تحركهم انا نزيدهم شويه سوجا باش تعطيها كل الاسبي هكا ازياتيك في نفس الوقت خلي ال يتصمتوا معناها لنويا دوكم المقادير ما تنساش كيما تكون كيما اناس المقادير قد قد قداش من دقيقه يتصمتوا ولا تقعد نص ساعه تيب والاهم بربي الفيح شو ربع ساعه شو تحط الفيح فلفح الملح نحط فلفل زينة وشوية فلفل لك حلالة حبوشة وشوية ملح معناها وكا وسوجا أنا نحط سوجا سكري وسالي موجودة تبيع سوجا ما موجود باهي والله إذا واللي ما يحبش سوجا ما ينجم سويت هذيك سويت تشيلي هذيك ينجم تزيد اي بون باهي موضوع حلو ياسر أما بزيت زيتونة وبعد كي اون فوا طابت اللينوي هذوك تحطهم في الخضرة تخلطهم بالكدا ينجموا يجيو بالدجاج بالحم مخصوص صغيرين صغار واللي يحب معنا حاجه اخرين ينجم اساسا بالدجاج والحم وهذا تشوف مفيد وصحه صافي على خاطر كله خضره واحنا مشكلتنا توا في رمضان الشعب التونسي والكونستيباسيون هاي شكون الاقبوبي الشيخ القصه العربيه لطفي المنفلوتي ولا نجيب محفوظ نجيب محفوظ سامحني منفلوتي شقلت اسمه انت مصطفى لطفي المنفلوتي يوسف ادريس يوسف إدريس عاش ما بين 1894 و 1973 كاتب تولد في القاهرة في عائلة اشتهرت بالأدب بوه كان زاد أديب معروف عقاد وكان يهتم برشا بالتراث العربي وعمل مكتبة تيمور. عظيمة هو محمود أحمد تيمور عمته زاد هي الشاعرة الرائدة عائشة التيمورية أخوه هو محمد تيمور تتنسب له أول قصة قصيرة في الأدب العربي بالنسبة لمحمود تيمور كان يقرأ في مدرسة الزراعة العليا وقت اللي مرض بالتيفويد وتلزن ويبطل القراية قعد في الفرش أشهر قبل ما يمشي داوي في سويسرا وفيق في الوقت ذاك اللي هو مغروم بالأدب كي برام المرض قرر أنه يبدل التوجه متاعه من الزراعة للأدب هو سويسرا ويلبو ومن أهم مكتب محمود تيمور الشيخ جمعة 1925 عم تولي 1927 الأطلال ماهيش لأم كلثوم ولكن الرواية متاعه 1934 ورجب أفندي أو رجب أفندي 1928 ومحمود تيمور كان من القصص اللي كنا قريناها احنا كاليترير في قريناها هي شهيرة شهيرة هي فما واحدة شهيرة محمود تيمور نسيت شنو ما مش من الليستة هذه كي نشوف على الأطلال مش عرفت حكاية الأطلال تعرفها غازي اي ابراهيم ناجي اي ما تعرف شنو حكايتها نعرف حكاية بحق أي. كل واحد حكينا الفرسيان واحنا نقوم عليكم يعني نتذكروا انه هي قصة تاع حب أي. وهو رجع بعد لا جسمه هو حب وهو طبيب هو طبيب أي. طبيب امراض نسائية أي. وبزهره جيت باش تولد عنده بعد قديش من عمره هي تزوجة واحد اخر دونك ياسر حلوة ولدها هو اي سي انس اي سي انس من مات انا تغرمت بالقصة سيرة وكي قريت يوسف إدريس يوسف إدريس ممتع بالحق القصة إلي إكسبسيونيل يمينة تقولكم الفاو فما بيرو في تونس وي اللي هو في اللاك واحد
وكذلك كان موجود في مون بليزير هذول الفاو. نذكر مره خدمت على حاجه دونك الفاو موجود في برشا بقايع في الدنيا منهم في تونس. شكرا يمينة لمعلومتك. نحكيو على الجاسترونومي. بيكا مسلمه عليكم برب. تحيه لها بيكا اخت فرحه. حتى امها ميلا ريقه شيخ تبعث ميساج عملنا بنقراو سيميشا امال امال برجاب الانجليز. سر امال برجاب الانجليز هذيك كل يوم كل يوم تسمع كل يوم تبعث دي ميساج تقريبا تقول امي محسوب. امك عفوا سيبر برافو سلم عليك امال اليوم فما حاجه تري امبورتونت. اليوم ماما مشات عملت الفاكسان وجمعه الاخرى بابا مشى. بابا كي مشى يعمل فاكسان يحكي على لي كونديسيون سي سامبل عمل فيديو حتى على فيسبوك تيلمون غلبوا عليه. واليوم لا اليوم باهي اسمع اليوم اكسبسيونيل كيما كانه فما تنظيم باهي وزهرك معناتها مره فريمون شيء. وين هي عملت؟ في القبه في القبه نتاع المنزه. ودونك تقول ماهمش اي سومين دي كارو سي سامبل تاع عملوا تيلمون المره الاخرى قالك اون فور برشا روح ما عملش. ولكن كانه توا تحسنت. ولا دونك نحب نشكر الناس الكل اللي قاعدين. تحيه لهم طبعا. نظام كبير قالك اكسبسيونيل. بي امك علاش امال رجب الانجليز مش امال الانجليز رجب خاطر هي مع هي الانجليز ومعرسه برجب. هي مش رجب ومعرسه بالانجليز. قول لها صلح بربي ما تخلطنيش. مش لازم اسمها العائلي قبل اسم زوجها مدام. ما فماش غير صحيح صحيح حطته. صحيح حطته قالت لك امي امال الانجليز برجب. امال الانجليز. انت قلته بالغلط. يمكن نحكيو على الجاسترونومي شنو هي اسم المكافأة اللي قرر أونري الثالث يعطيها للطباخة واللي هي اسم ماكلة موجودة لليوم. كيف أونري الثالث طباخة ببلا عجبوا برشا قرر أنه يكافئها وماهوش أن ديسير. ولليوم شنو هو؟ معروف طبعا في العالم كوردون بلو. لو كوردون بلو. اسمه كوردون. نحكيو على 1578 هو ما يقولش كوردون لو كوردون ما يقولش كوردون بلو. لا يقول لك سي ان كوردون بلو في الكوجينه معروفه. اي سي ان كوردون بلو. نحكيو على 1578 وعلى ملك فرنسا هنري الثالث اللي كان اخر ملك من سلاله ليفالوا واللي خذ قرار انه يكافئ احسن طباخه في المملكه. ولا لقب الكوردون بلو يتعطى للي شيف كويزيني وكان عباره على مكافاه كبيره تتعطى للي يتميزوا في ليزار دو لا تابل. في الاصل الاكسبرسيون هذه كوردون بلو عطاها هنري الثالث للجنود قبل ما يعطيها للطباخه وكانت لقب للنخبه نتاع الجيش الفرنسي. وبعد قرر انه اللقب هذا يولي تعطى في برشا مجالات منها لي شيف دو كويزين. 1827 ظهر في باريس التريتي نتاع الكوجينه اللي يتسمى لو كوردون بلو او نوفيل كويزينيير بورجواز. وبعد في 1895 الصحافي مارتي ديستيل عمل اول مجله مختصه في الطبخ في فرنسا واللي سماها لا كويزينيير كوردون بلو. ومن وقتها تربطت كلمه كوردون بلو بالتميز في الطبخ. كي تحل المنيو نتاع اي ريستوران تلقاو زاده الكوردون بلو اللي هو اسكالوب واللي في وسطه فروماج وجامبون يظلي بمختلف الغارنيتور اللي تنجم تكون معاه. حكينا لكم برشا على الماكله اليوم. كل واحد وزهر وفما اللي مثلا واحد كوردون بلو والاخر بلو في الكوجينه جمعي حتى شيء ظلمه فوالا. اما الكوردون بلو انا اكتشفته كان في تونس بالسكالوب دو دان دوك الحكايه هذيك. اي ما حسب السوسيو كولتورال تاع اي بلاد. الاصل نتاعو ما يتعملش. اي حسب السوسيو كولتورال تاع اي بلاد. مره نحكي لكش صايبوش عند الملك. ما نصايبين. الملك عنده يد فيه. شنو الجائزه اللي ربحتها اليزابيث الثانيه مره بركه في حياتها والاكسبوزي في مقر سكنتها؟ سيزيام سيزيام سونس كوش. شنو هي الجائزه اللي ربحتها اليزابيث الثانيه مره واحده في حياتها واللي هي اكسبوزي لليوم في مقر سكناها؟ ما خذتش نوبل هاي. ربحت في الجولف. لا ما خذتش نوبل. سبورتيف واحدة سبورتيف. إكيتاسيون. حسب رأيكم في أنا مجال. مش في الرياضة أكيد. ساعة دقيقة اسكو هي جائزة حقيقية ولا كيما كلي فخرية وكيما الدكتوراه الفخرية اللي ياخذوها الملوك والرؤساء؟ نجم تكون فخرية. هاو الماء. هاو السؤال الصحيح. فخرية ولا حقانية؟ دقيقة باهك لحظة. أنا قررت أني في كل مرة أنت تتكلم أنا نجاوبك. جاوبني. هذا قرار خذيته. كل قد مسؤوليتك وجاوبني. هذا هو السؤال الصحيح وهذا انا اللي طرحته غلط. لا اللي طرحته باهي
هي ملي قالته فرح الحقيقه في زيزي خرب في زيزي خرب الموضوع معناتها. اسمع يا مدام طيب له لي نوي مره اخرى خلي يركع فيهم اربع ايام. اسمعني اسمعني اش نقول لك شو عملت اليزابيث في الحرب العالميه الثانيه كنت انفيرمير مع جنود معروفه دونك ربحت جائزه في الحكايه هذه. اجد اللي تفرج في ذا كراون يعرفوا اللي كانت انفيرمير لحميت المثاليه اللي كانت بها مع الديسك دور يتعطى لشكون؟ المغني فنان دونك يتعطى لي هي اليزابيث الثانيه هي اول عضو في العائله الملكه اللي ربحت جائزه من نوع هذا. كانت ربحت الديسكو دور على ألبوم بالطبيعة مش هي اللي تغني فيه وكان هذا بمناسبة مرور 50 سنة من اللي ولات ملكة. شوف تصاور هوني على الباج اي اف ام تنظمت حفلة متاع روك في الجنينة فوالا في الجنينة متاع باكنغهام وعشرات الفنانين حضروا نحكيو على أسامي كبيرة كيما بول ماكارتني فيل كولينز ويلتون جون وكان براين ماي عازف الجيتار بتاع كوين هو اللي افتتح الحفله ذي لابس العلم تاع المملكه المتحده. سبيكتاكل تسجل في شكل البوم وتباعوا منه برشا نسخ عفوا وخذيت الملكه الديسكو دور واللي استحفظت به وخليته اكسبوزي عندها. نذكر الحفله هذه ما لا سيبوه سيبوه عجب مزيان ما مشيتش ما تفرجتش 2002 هذا 2002 على خاطر 2002 بيسكو عم جيب تعمل 70 تبارك الله اي 70 سنه عم جيت عم 70 سنه كولينز مرافقهم في احداث حياتهم الكل كولينز ان غران صراحه ان غران طبعا فاصل وراجعين رمضان السنه اي اف ام تحط على ذمتكم برمجه خاصه جدا وفوحة بريحة سيدي رمضان سيدي رمضان برامج وفقرات مع المنشطين والمحلين اللي حبيتوهم واستنستوا بيهم وبرشا جديد. لحداش متاع الصباح الموعد الطبي مع الو اي اف ام سبيسيال سونتي هاجر الحناشي من الاثنين للخميس ونهار الجمعه حسن بالواعر في الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس. رمضان ما يزيد يحلى كان مع اي اف ام احلى راديو. راسين كاري سبيسيال رمضان من الاربعة ونص للستة ونص متاع العشية. رجعنا في راسين كاري. السؤال يقول نخرم للمستمعين مدام اروى مرزوق تقول لكم القسم اللي قريناها في المكتب هي سلوى في مهب الريح. تو تفكرت ميرسي محمود تيمور وي مدام امنه شكرا لك. متصله اخرى مدام امنه قالت لك يا انس فضحتني ما نعرفش هذه شكون. زيدوا في لينوي زيدوا. طلبنا منكم انكم تكلمونا على 31 380 ألف باش تكونوا من الرابحين مع سيكام لمده 15 يوم. انت اللي تسمع فينا تنجم تكون واحد من الرابحين. دونك اليوم سيكام حكت لنا على الشكشوكه والمعلومات اللي استفدنا بها هي كيفاش جاء الفلفل للمغرب العربي. سعيدة الحظ اللي طلبتنا وما طلبونا برش وخذينا سعيدة الحظ اللي يعني ما يلقاوش الخط مفتوح اي مي بون برشا ناس يطلبونا في النهار هاي. سعيدة الحظ هي رفيقة. مرحبا بك رفيقة. عسلامة سافا لاباس عايش الحمد لله. منين تكلم فينا؟ من أريانا. من أريانا شنو تعمل رفيقة في الدنيا؟ في الدار. في الدار وهي من احسن ليتاش اللي تنجم تعملهم ان تكون ربة بيت. عندك صغيرات متزوجه؟ اي متزوجه عندي زوجه. ربي يفضلهم لك. رفيقه راديو ديما يخدم في الدار؟ ديما يخدم. وديما اي اف ام؟ اي اف ام. برافو. وديما راسين كاري؟ راسين كاري. اي سي بيان. وديما سامي بن نور؟ وديما سامي بن نور؟ في راسي كاري برشا ناس وكي غيب سامي نور تسكر الراديو. لا ما تصورش. هاي مرحبا بك رفيقة. دونك تبعت معنا الكبسول سيكام دونك اللي حكينا على الشكشوكة وسؤالنا كان وقتاش جاء الفلفل للمغرب العربي. عندك الإجابة؟ عندي. جاء في القرن السادس عشر. القرن السادس عشر. برافو يا رفيقة. برافو رفيقة. دونك هذه الإجابة صحيحة. كل يوم في سيكام نعطيه المعلومة وكل يوم نعطيه السؤال اللي ربح المستمعين معانا. دونك رفيقة مبروك. دونك باش يكون عندك
من اهداء سيكام عندهم برشا حاجات لي بلندرز لي زاشوار وكل شيء. فريق الاعداد في راسين كاري تيتصل بيك ويعطيك الجائزه نتاعك. شكرا لك وديما اقعد اسمعنا في راسين كاري. من القرن 16 وحنا في السطات المشويه شايفين. الحمد لله يا ربي والله العظيم. ما جاوبتنيش ما قلتنيش في النهار ولا في الليل. شنو؟ الفلفل. الفلفل مع الاسبانيول. لا احنا ربحناها ما يهمكش انت يا ناس تحب هذيك امورك. ما احنا ربحناها في القرن 16. باش تربح بالكدايزه ما تقول لنا. لا لا خليها ربحت سي سيبو. باش مهدى برشا منتخبات كرة قدم اليوم. بالفلاس. منتخبات. 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 باش تتحرم من الجوارات نتاعها اللي يشاركوا في السوبر ليج. لا. مهدى اليوم. منتخبات مهدين. بالكورونا. جات تهديدات من لاعبي النرويج، المانيا، هولندا، بلجيكا، العديد من البلدان الاخرى. علاش؟ وشنو هذا الحكايه ذي؟ في الكوب دوروب ما يحبوش يلعبوا في بلدان. ما يحبوش يلعبوا في بلدان اتندوا بالكورونا. اي 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 تصورتك عندك اجابه سي ابراهيم. ما يحبوش يلعبوا من غير فلوس بس. لا. في بلدان اللي قبل تيست في بلباو. ما عندهاش علاقه بالكوفيد. عندها علاقه بحقوق الانسان. في روسيا وفي اوكرانيا ما يحبوش يلعبوا في بلدان تنتهك حقوق الانسان. مثلا بيلاروسيا. برشا. لا مش بيلاروسيا عاد. بيلاروسيا في الموعد المقبل. قطر. قطر. قطر 2022. بعدم المشاركه في كاس العالم في قطر 2022 من اسابيع والرسائل تتزايد من ميدان لميدان من لاعبين مسؤولين منتخبات مهدده ربما هي تهدد بانها شوف هوني التصويره على الباج اي اف ام تهدد بمقاطعه كاس العالم المبرمجه باش تلعب بعد عام ونص مطالبه باحترام حقوق الانسان. تبقى قاعدين يشوفوا كيفاش تتبني الملاعب. جات تهديدات جوستومون من عديد اللاعبين وغير راضي على ظروف عمل العمال من 2010 لليوم. والله يعطيهم الصحة والله سافي بليزير. اي انا والله ايش ما تندي خاطر الحكاية بدات تسخن عندها برشا حكاية من اللي بداوا لي كونستركسيون نتاع الملاعب وكل ولي كونديسيون اللي فيهم الخدامة. انا حس فيها تسخن ما لا ما يقول قايل والله كانوا يعملوها كانوا كانوا قايل لي جوار معناتها باللي كونديسيون اللي هما فيهم وبال ترى انت مناسب بس ان توكا بون شفنا برشا حاجات تعملت على الظروف نتاع ان كيفاش تنجم تشوف البني نتاع لي ستاد والانفراستركتور تمهيدا لاحتضان قطر لكاس العالم 2022 في نفس الوقت الروايه نتاع الدوله القطريه اللي تقول ماهوش صحيح برشا اللي يتقال وهذا كله ضد التنظيم نتاعنا لكاس العالم وهذا المخالفات تقع في الدنيا الكل ولكن بون هوني بدات تاخذ في افي هكا لي فوتبالور عندهم رساله نبيله ديما يسيرتو مع الراسيزم لي فوتبالور ديما في الراسيزم ياخذوا وقفه كبيره وهذا مو جديد عليهم وانا باش نقول لك معناها باش تطور اكثر من هكايا ما نتصورش لانه 2022 مبرمج والفيفا موافقه عليه والدنيا الكل معناها مسطر على انه باش يتم. شفت حاجات تعملت اخر كوب دي موند صار فيها بوليميك هي كوب دي موند 78 في الارجنتين اللي وقتها ديكتاتوريه عسكريه وانتهاك كبير لحقوق الانسان وجوار كيما كبير كيما يوهان كرويف ما مشاش لعب من الحاجات بون زوز اسباب من اسباب الدكتاتوريه دونك وندمت برش المسؤولين نتاع الفيفا اللي عطاو الارجنتين كاينه علاش على خاطر كي يبدا نظام قمعي ونظام شمولي ونظام مستبد ونظام عسكري كانك تعمله في البروموسيون نتاعو نحكي على الارجنتين 78 وش خلى من بعد الفضيحه اللي توا اللي عرفنا من بعد اللي الارجنتين ترشحت للفينال برشوه قدمتها للبيرو اللي عافيتها من الديون باش خليتها تماركي 8 بوتو باش تترشح سينو كانت ترشح البرازيل دونك حتى النظام هذا شي نجم يعمل كيبدا نظام دكتاتوري عسكري مرتشي فاسد شي نجم يعمل الارجنتين بالنسبه لليوم نعرفوا اللي ما كانش تستحق كوب دي مون 78 ولانها كيف نظام لا يحترم ادنى مقومات حقوق الانسان بالنسبه لقطر بون انا ما ندخلش قطرها دوله شقيقه وصديقه ما نحبش نعطي حتى راي لا مسألتك لا بيان سور مسألتك انا على لي روبورتاج اللي تعملوا اللي شفناهم في برشا بقايا معناها على ظروف العمل باش توصل مقاطعه بون مقاطعه سي ان بو اكزاجيري الفيفا واعره راهو يا سامي
فيفا ما يسهل. الفيفا زي فيفا اقوى من الدول. في القرن 18 شنو هي البقعة اللي نجموا يدخلوا لها بلاش كي يبداو معاهم كلب ولا قطوس في انجلترا؟ عاود سمعنا احنا حديقة عمومية. 18 شنو هي البقعة اللي نجموا يدخلوا لها بلاش كي يبداو معاهم كلب ولا قطوس في انجلترا؟ الحدائق العمومية مشيو لهم حتى اليوم بلاش. لي بوب المسارح. المسارح لي بوب. شنو العلاقة بين البقعة؟ لازم بلاصه نورمالمون تخلص على الحيوان. لا تخلص على روحك كتبنا معاك حيوان متخلص. اي جوتو معليش كوب ليكزيجي معناتها كيما تدخل وانت معاك مراه. لا لا تفرح بالحيوان هاو كمان حديقه الحيوانات مالا حديقه الحيوان. ما انت داخل الدارهم لازم تدخل لهم بلاش. مزيان الحكاية. في القرن 18 في انجلترا كانوا ينجموا يدخلوا لحديقة الحيوانات من غير فلوس، يعني كيهزوا معاهم كلب ولا قطوس، اما كان فما شرط انك تعطي الكلب للاسد باش ياكلوا. لاباس ما بالعاني يعني كانت تحب تعطي حتى فرانك وتمشي لحديقة الحيوانات ما عليك كان تهز قطوس ولا كان ما يعملوش اوروبا سيرتو ما يعملوش. لا صحيح صحيح كاميرا كاشيه في رمضان هذه. لا لا الرسمية كان فما شرط هو انك تعطي الكلب للاسد باش ياكلوا. من الوجه انا بخاف من كلب يطلع لي اسد. تحكي بجدك صحيح خلي الكلب في الدار باله خلي مش ندفع ولا مش لازم نمشي جمله يا رشيد ان شاء الله جيمك هز حاجه في دو عرفت عاد نمشي القطر خير والله يز يا ابراهيم ما بون بيزار الحكايه مي بون شنو هذا كيما كيما قال لك مشاو بون شتيز شو اللي سنه في كلبه معناها بهالطريقه هذه وبهالسهوله هذه اذا كان مربيه اي بيان سور اي مثلا غازي كان صغير كان يمشي لو بيه في الصيد الحقيقه انا ما نكذبش عليك ما يهمنيش فيه الصيد جمله انا اذا كان يحاشي مربيه انا نعطيها للصيد عليها بيان سور وعلاش تعطي فيه بلاش كان يمشي قبل البواطه يبدا يستنى ما يدخلوا انا هي بواطه سامحني انا حدد لي يستنى وكل البنات الداخلين يقولها زعما من بعضها باش يدخلوا كومبليكس يجي هذه ذكرتني بنكته هذه سامحني باش يلزمني نرد على هذه انا قلت لك يا سنتي عند غيري انا كنت ملي في الباب ديجا يتحل لي الباب بيبان على الفرتين يخلوا له غاز في مره بورتي قال لي ما تدخلش ما تشوفش صار صار غاز يحكي لنا بربي يحكي لنا كلمه كنت في الدار مش تجي ليه مي لازمها تلقى تتربي باش تبيع بربي باش صار الخبر هذايا المعلومه هذه ذاكرتني في كي مشيت بلاد مشى لهم وزير الثقافه زياره يخذبحوا له معلم مين تعمل له مشاكل وعلى الناس تعليم ما تجي شيء الحكايه شنو هاتي خلص كلبك ياكل هو لك الصيد خايف تدخل بلاش تافو غير ندير اسمع بدا بينا نحكي لكم نكته صغيره مش نكته هي صايره على البوطه عندنا صاحبنا مره ما خلاوش يدخل البوطه وهو سخون بواحد صرتي معاه يخدم في الامن فهمت هذا سابقا اليبوك عاد هو مسخون هكاك وتخلى على الباب يضرب في الباب حل الباب مش مستانس نهارتها ساي سخون خويا في عملت ساق وكي حلوا له جا في في دين البوليس اللي داخل فهمت قالوا اهلا بيك اشتراك ثاني ثالث ويغزلك صورتي معاه يقولوا اه يا نصر الدين يقول ويقولوا الاخر تراف تراف يا نصر الدين قالوا يا خويا اضرب معناها كلا كلا ضرب في الاخر عمل لك ايه وترميه على الراجل قال له يا خويا ارحم والدين والديك سايب اي من هو صاحب اول هدف ذهبي في تاريخ كره القدم؟ روبرتو كارلوس اول هدف اوليفير بيروف ومن هو صاحب اخر هدف ذهبي؟ اوليفير بيروف هو صاحب اول هدف ذهبي كونتر تشيك كرة القدم كونتر تشيك في مرمى تشيك في نهائي اليورو 1996 لتفوز بتتر بعد اخر واحد بيروف سامي المانيا بلقب البطوله الاوروبيه واخر واحد شكون تفكروه اخر واحد اي قولوا لي يظل لي كوب دي موند 98 اخر هدف ذهبي في التاريخ اليوم الصباح في السبيخه وبو عرقوب في الاولى علاش برافي سؤال هو شنو الهدف الذهبي؟ تريزيجيه سامي تريزيجيه خليني نفسر لك شنو قال الهدف الذهبي الهدف الذهبي شوف اللعبه اعتمدته الفيفا لمده فما برولونغاسيون دونك كي توا كي يوفا ماتش نون يمشيو برولونغاسيون في البرولونغاسيون اللي تماركي له توفى الماتش يعتبر فائز ومن بعد عملوا حاجه اخرى
مش بينالتيات من بعد شو عملوا؟ من بعد الهدف هذا عملوا الهدف الفضي. شنو الهدف الفضي؟ كي تماركي بونتو مثلا ما هو بروغاسيون الاولى والثانيه. كيما تعرف تاعها اللي نسموها هذيك. اي دونك كي تماركي بونتو بروغاسيون الاولى. ما توفيش في ساعه ترى يكمل تكمل البرولونغاسيون كملها كلها. نجم تعادل ونجم توفى هذاك الهدف الفضي. اخر هدف ذهبي في التاريخ سجل الفرنسي تيري أنري في نهائي كأس القارات 2003 في شباك الكاميرون عندما نجح في تحويل عرضية متاع تورام بركبته في شباك الكاميرون ليحافظ على لقب بطولة القارات للفريق الفرنسي اللي أحرز للمرة الثانية على التوالي اللي مات فيها مارك فيفيان فوي. الفيفا أنهت تطبيق نظام أثار جدل كبير منذ أن ظهر وما دامش كان 9 سنين 10 سنين 10 ما عادش هدف ذهبي ما محلاه لا ما مش محلاه الحقيقه محلاه الكيب تبدا تلعب 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 ويتمركا بونتو تو دانكو يقفل لك الدنيا يا غازي راهو البونتو مش في وسط الماتش برولونغاسيون يولي البرولونغاسيون الادرينالين تطلع احنا مثلا عندي جمعيه في تونس نعرفها زينه زوز تيترويت بالهدف الذهبي مرة في لكن والله الفيفا عملت مرة في كونتر الأهلي ومرة كونتر واحد محليك الفرحة ذيك ما لا لا توصف مرتين استفدنا منها الميتيو والأخبار وأخبار الرياضة لا عليه استفدتوا منها عينيك زعزع استفدوا منها والفيفا نحات ها القوي الميتيو والأخبار وأخبار الرياضة نرجع لكم بعد شوي هذه راسين كاري وصلنا تقريبا للستة واثناش دقيقة معاكم حتى للستة وتسعة وعشرين دقيقة باش نرجعوا لي جو بنك البركة البركة بنك لا بنك براتيك كما قلنا لكم من اول الحلقه في شهر رمضان دونك بنك البركه دلالكم وتفرحكم وتربحكم دفتر ادخار بقيمه 250 دينار الطريقه سهله تدخلوا على الباج فيسبوك بنك البركه تونيزي وتلقاو سؤال اليوم ومع الاجابه الصحيحه تطلبونا على 31 380 ألف وتكونوا من الرابحين اليوم سؤالنا شنو هو المزايا نتاع التمويلات في بنك البركه تونس؟ برشا طلبونا كذلك على الرقم نتاعنا وخذينا من المستمعين مستمعه اسمها مدام سهاء مرحبا بك. عسيمة مرحبا بك يا لا لاباس. عايش الحمد لله عايش ميرسي بوكو. دونك سهاء حتى احنا زاده مرحبا بك سمعنا صوتك. عايش مستمع لراسين كاري. أيه نسمعكم. أيه بيه. كل ولا كل ولا. حطكم ونقاط الكوجينة. في الكوجينة في رمضان ها؟ أيه. أيه دونك نونسوك وقت التحضير بتاع العشاء شنو هو المنيو بتاع اليوم؟ نودلز بيان سور دي لوي روسيت سامي بنور أي وشنو آخر؟ شنو هو سهير؟ نعمل سباجيتي بالكروفيت. سباجيتي بالكروفيت وشنو آخر؟ كعاب شربة وسلطة. ايوا هذوكم المرافقين وهذا الحكاية. العسكر الغريب. لعبنا من كل شيء. اي 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 لاباس. متزوجة سهى؟ اي. عندك صغار؟ عندي زوج صغار. هكا نسألوا احنا باش نقربوا أكثر للمستمع ولا المستمع راهو؟ مش تسنيس. اي فوالا. شنو تخدم ولا تعمل في الدنيا؟ نخدم أسيستونت أشا في سوسيتي كويتيان. أسيستونت أشا. بيه دونك سهاء الشمسي انت دخلت على الباج فيسبوك البركه بنك تونيزي ولقيت الاجابه الصحيحه على سؤالنا اللي هو شنو المزايا نتاع التمويلات في بنك البركه تونس الاجابه هي توفيكس على كامل فتره التمويل لو توفيكس على كامل فتره التمويل برافو سهاء كيفاش لقيتها؟ على الباج فيسبوك برافو مبروك سهاء عجبتني البركة والله وما بعطيها الصحة مدام توفيكس راهو بنكة تسمى بنكة باهية هذيا اي اما تطلع ربح توفيكس معناها ربح ولا خاسر زاد اي لو توفيكس ان توكا على كامل فترة التمويل سيت ان كونترا ما بينه وبين دونك برافو ليك سهاء ومبروك هذا كان الجائزة نتاعك 250 دينار هو دفتر ادخار من اهداء بنك البركه اللي فاتته الفرصه باش يكون الرابح معنا اليوم غدوه الصباح ان شاء الله يسمع برنامج الماتينال مع ملك بكاري ويدخل على الباج فيسبوك البركه بنك تونيزي والربح ديما معنا في راسين كاري حتى لاخر نهار في رمضان. والله راسين كاري يا اخويا الربح شيخ. لا بنك براتيك. انس صافا؟ صافا سي سي مش احوالك انت الدار لاباس صافا؟ في علاقة باللي حكيناه البارح متزوج عنده صغار زاد في اوت 1970 تلعب باول ماتش في التاريخ فيه ضربات جزاء
اي حكينا عليها. شكون اللي عمل ضربات الجزاء؟ دافيد بينالتينو. شنو الى دوني سون نو المؤسسه معناتها ولا الشخص؟ شكون اللي طلع ضربه الجزاء؟ شكون اللي جاته الفكره باش يعمل لي بينالتي؟ رئيس اتحاد هكا. هي عام 70 اتعملت البلانتيات. اول ماتش تلعب وحسم بالركلات الترجيح 1970 في انجلترا. معناها يجب يكون جور من القدم اللي يقبلها. عبد معروف معناتها السيد هذا ولا ليه؟ علاش تحب مش معروف ياسر ولكن نقربوا. شنو هو الفونكسيون نتاعو مثلا؟ ها؟ في الفيفا عاش ما بين 1916 و2011 طبيب. إذا كان كرة القدم حكم 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 هو حكم دولي سابق ألماني اسمه كارل والد ولا أو كارل فالد. قبل كانت ركلات الجزاء يختاروا الرابح بالقرعة كما قلنا البارح وكما حكينا بسبب المباراة بين إيطاليا والاتحاد السوفيتي. دونك هو اللي خمم أول واحد في البينالتي. هي كانت قبل الكورنير نسوا بالقرعة لا استنى حتى ما عملوا مرة كورنيرات فما لي كورنير هذه ما نعرفهاش قبل 70 ولا بعد 70 قبل 70 قبل حتى في تونس هو اش معناتها لي كورنير ليكيب اللي جيب أكثر كورنيرات هي اللي تربح وعملوا القرعة باش ترشح مثلا من لانكار للدومي فما ساعة يتعاود الماتش فما ماتش يتعاود ثلاثة مرات معناتها ماشي وجاي ماتش فاصل في أرض محايدة مرة تونس في أرض محايدة في فرنسا في مارسيليا لعبنا وباقي نول ومشينا ضربات مشينا للقرعة وبعد جات فكرة ضربات الجزاء وباش نقسموا ضربات الجزاء شو يعملوا اللي هي تو بيمكن باش ينحيوها اللي هو البيوت الاكستيريور لا البيوت الاكستيريور قليلي الهدف اللي يتمرك البرة اليوم يسوى مرتين كي تخسر البرة 2-1 وتربح في بلادك 1-0 تترش على خاطر ماركيت بونتو في بلادك البرة. ولو زوز زوز كي تلم فهمتني سبيشال اجريجيت هذا اسمه انك ماركيت بونتو البرة ماركيت بونتو البرة ولا مثلا وهذا يمشيوا به يعتمدوا فيه كي تخسر 3-2 تربح خاطرك ماركيت زوز البرة دونك هذه باش ينقصوا من ضربات الجزاء يلا فاصل ونرجعوا لكم في راسين كاري راسين كاري سبيسيال رمضان من 4:30 للستة ونص متاع العشية الستة وعشرين دقيقة وين ما كنتم نحييكم مستمعينا برشا منكم في الكوجينة قاعد يطيب توا دونك لا مش برشا بون كوراج كلهم في الكوجينة أكثرنا أنا كلنا هوني في راسين كاريك أيوة لكن فما برشا نساء برشا رجال يطيبوا برشا بنات برشا أولاد يطيبوا في كل بقاع الدنيا معناها يسمعونا فما شكون في الدار يحط يوتيوب شين إي إف إم يحط ديريكت ويتحطوا يتفرجوا فينا في تلفزة سي بيان سي بيان شفتوا الكبسول مهما كان المنيو نتاعكم فحاولوا أنكم تتعاونوا أنكم تطيبوا وتحطوا الطاولة وكل شيء عاونوا معناها ما بين الافراد العائله حاجه هايله انتوكا تعاون لو بارتاج هذا هاني قلت لك قول اليوم تسالني سؤال هذا نعاونش تعاون بالقدام تعاون بالقدام برافو كيما انا ما نجمش نكون نقول بهذا ومانيش مقتنع به ومانيش نعرف فيه نعرف كل حاجه اللي مقتنع بها تقول لا ما نعرفش انا هو مش متاكد منها يحكي عاود هيك برشا مرات ديما عاود انا تيك تيمونياج كان تحب مساج حب تيمونياج باي باي حب تيمونياج لا خاطر انت المثل الاعلى نتاعو يحب ياخذ فكره قريبه على حياتك كيفاش ولا فرح نحب نعرف سمي بنور كيفاش في المنزل نتاعو خاطر احنا صحاب برا من المنزل دوك في المنزل حياته اليوميه اللي هي لازم نعرفوها ونتعلموا منها كيفاش عاديه عاديه يتعامل معناتها عاديه نحاول نكون اني معناها فيديل اللي انا نقول فيه الكل مولي 19 في رمضان مش تعشيو بحذاه مرحبا بكم في اي وقت 19 مرحبا في اي وقت وعلاش 19 ابراهيم فهمتش علاش لا اذا كان هان الوحيد اللي اخته ما تنجمش تستقبل وتبقى عندها ما تعمل 19 ماشي قول لهم باليوم 10 رمضان هو اليوم 10 العاشر من رمضان 10 من رمضان 17 دونك السويد فيها سياره اسعاف وحيده من نوعها في العالم فيها شقان فترة ها السويد فيها سيارة إسعاف وحيدة من نوعها في العالم حسب رأيكم عليش شو الخاصية انتها فيها عملية فيها إكيبي تقع فيها العمليات موجود عادية موجود موجود في برشا بقايا تمشي على الطرقات وتمشي في البحر تمشي على الطرقات في البحر صافي تخوغ سا سا اكزيست ايه فما موجود ما تفرجش يولي ملتي ديمونسيونيل ما تفرجش في 007 لا نتفرج يقعد 007 لا فما 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 تمشي في البحر وفي الارض كيف كيف سي اون سوكوب فولونت اي حسب رايكم خذوا شويه هكا لي زورجونس علاش يعيطوا للامبيلونس شنو الاسباب لي ماليز ويخرجوا شويه على المالوف
فيها دي سبيسياليست ديما فيها دي سبيسياليست مثلا تلقى كارديولوج وتلقى معناتها كل واحد حسب شنو اللي حاجته يلقى لا ليه فيها علاقه بسويات برد وثلج وكل شيء لا 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 ان توكا هذا الانديس هذا عنده علاقه ببلدان شمال اوروبا واللي هما عندهم ان تو ان بو الفي كمان تاع انتحار يعني سيارة إسعاف للأمراض النفسية النفسية سي أمبولانس بور لي زورجونس مونتال في 2017 كانت السويد سباقة وخمت في حاجة لليوم ما فماش حتى بلاد خمت فيها وهي الصحة العقلية والنفسية متاع المواطنين متاعها الأرقام تقول أنه فما أكثر من 1500 انتحار و15 ألف محاولة انتحار في السويد كل عام وباش يحاولوا أنهم يحلوا المشكلة دي خلوين في السويد يا أخي حتى برشا ولايات فيها في تونس مرتفعة حتى القروير مثلا وي. الخدمات الطبية في ستوكهولم عملوا فريق جديد يتسمى PAM Psychiatric Emergency Response Team واللي هي أمبولانس مخصصة كان لعلاج لسونتي مونتال وذكا كانت أول مرة في العالم يخموا في حاجة كما هكا سيارة الإسعاف من برا تبين سيارة إسعاف عادية لكن من داخل نلقاو فيها في بقعة الكراسي معناها المرتاحين وفي بقعة الضوء الساطع فما ضوء خافت وفي العادة الشرطة هي اللي تهتم بالنوع هذا من التدخلات في ستوكهولم البام تستجيب لمعدل 130 اتصال في الشهر وهم جزء من الاتصالات يخص محاولات الانتحار والله هي حاجات معناها بلدان كيما هذوما نحكيو عليهم تدرك دو كروسانس ونحكيوا على السعادة ونحكيوا على الفلوس ونحكيوا على الدنيا كله والتوم تاع الانتحار فيها أي عالي برشا حاجات برشا أسباب ما نفهموني إذا كان الدنيا مريق لو منظمة شو الأسباب برشا المناخ هو أهم الأسباب ناقص الفيتامين دي شبيك بس انت شر ما ترى الشمس يركب الكآبة والكآبة تؤدي للانتحار الدفء العائلي يا سي غازي الدفء العائلي ومحبة لا ولو أنهم يعطيوا أهمية كبيرة للعائلة للعائلة لا معناها حبينا نقولوا اللي معناها البلدان هذوما اللي هما من أغنى البلدان في العالم شو معناها شو اللي صاير فيهم أي بون الانتحار يقعد عالي في السويد والنرويج وغيره وأنت تعرف إبراهيم أنه لافاغ نتاع السينما هذه نتاع شمال أوروبا فيها تعبير شوية على الكآبة ذي خاطر الموجود أنه الثلج مسيطر على الديكورات الكل وديما فما الحاجات اللي هما كندا شبيه ما فيهاش تود يعني نفس حكاية كندا وثلج وكل شيء الكندا من أكثر البلدان أنسوليه في العالم أنا مشيت لها ما فيهاش حتى تريب يعني لا برشا لا الشمس حاضرة البرد حاضر والثلج ولكن الشمس حاضرة الشمس حاضرة بالحق البارح تثلج في كندا مثلا راسي بيزاغ الكليما نتاعهم أما الشمس موجودة بالحق ديما فما الشمس نزيدكم سؤال وانه في غنية غنية يا غنية سؤال باين الماس هكا تو هكا عندناش اسئلة ماس تو هذا كلام تو هذا كلام سبعة ونص على عشرة سبعة ونص يسأل وسبعة ونص تو هذا نورمال تو واحد يقعد ولا يروح نسمع غنية لمدة هكا دقيقتين هكا غازي غازي هذي جوك بوكس غني جوك بوكس غازي بنحضروش بوكسين هو دلت لفصان الغنية ولاجب استغلوا حضور صورناها وإن شاء الله بشتابت عشان يوتيوب دينية أول مرة نعمل عمل ديني عديناها البارح في قبل الجنريك إكستري يال مرسي نقصنا من التابي وحطينا كل شيء ملائم باش نجم يعطيك شوية نقص الضوء نقص شوية خشوع يال نمليح يبتا يا سي غازي شهر عظيم شهر كريم رمضان رحمة للعالمين شهر عظيم شهر كريم رمضان رحمة للعالمين في صيام في القيام قد خصه الله للمسلمين فيه القرآن تنزل لله عبد توسل فيه القرآن تنزل فيك الرجاء نور ضياء نور نبي المؤمنين
راني لايف ولا نسمعوا احلى مكان محلاك يا رمضان محلاك يا رمضان محلاك يا رمضان محلاك يا رمضان. شكرا غازي. ما بين عملتها قصيرة بكل 2 مينوت ما بين الاستديو ما بين التسجيل. شكرا لك. هذا ميرسي اغنيه سبيسيال لرمضان دونك تنجموا تسمعوها على اي اف ام وتبعت الحال تنجموا تسمعوا زاده على يوتيوب نهار السبت ان شاء الله. شيء طيب لكم الكل ان شاء الله. غدوه نتلقاو في حلقه جديده من راسين كاري.